والمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا وسهلا بك أستاذ توفيق. أصدرتم بيان أدنتم فيه اعتقال بن حريز والمعتقلين كافة الذين طالبوا بالحقوق المدنية في محافظة حضرموت. ما وجهة النظر القانونية لحالة معتقلي الهبة الحضرمية؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. باعتقادي بأن الحقوق حرية التعبير وحق التجمع السلمي من أولوية الحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى دستور الجمهورية اليمنية كفل لكل مواطن أو للمواطنين اليمنيين حق التجمع السلمي ولهم الحق في التعبير عن آرائهم ما دام أن هذا التجمع وهذا التعبير لا يستخدم فيه القوة ولا يعكر الصفو العام ولا يؤدي إلى عرقلة المرور إلى غير ذلك، وهذا ما تم. وبالتالي فإن منع مثل هذه الحقوق واعتقال المواطنين بسببها يعد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو انتهاك جسيم وخطير لهذه الحقوق. اليوم هناك اعتقال تم لما أسلفت أنهم متظاهرون سلميون، ما هي الخيارات المتاحة لإخراج المعتقلين من أيادي السلطة المحلية في حضرموت؟ الخيارات في مثل هذه الحالة غالبا هي هو القضاء، لكن يبدو للأسف الشديد أن القضاء في اليمن أصبح معطلا وغير محايدا منذ انقلاب أو سقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي. نعم. وغياب الدولة اليمنية خارج حدود اليمن وعدم الاعتناء بهذا القطاع، فبالتالي لم يعد هنالك على أرض الواقع من سلطة عليا غير سلطة تنفيذية بأجهزتها التي تمتلك القوة والسلاح إلى غير ذلك، بينما المؤسسة القضائية موجودة في حدها الأدنى، ربما قد تكون موجودة في القضايا المتعلقة بالجوانب المدنية في ظل غياب الدولة. إلى من يلجأ مثل هؤلاء المحتجون من أجل الخروج من قبضات سجانيهم؟ يلجأون اليوم إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المجتمع الدولي، هذه هي الحدود المرسومة، يطرقون ما استطاعوا أن يطرقوا من أبواب القضاء، لكن كما نحن على يقين اليوم أن القضاء أصبح عاجزا وغير قادر حتى لا يمتلك مخالب للأسف الشديد لتنفيذ قراراته إن صدرت في بعض الأحيان. شكرا جزيلا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.